نشوف الحلقة التانية في اليوسي ماس واستخدام العداد الصيني أو السوروبان. قلت لك هو ليها أسامي كتير جدا، اتفرج على الحلقات أول بأول علشان خاطر تعرف تمشي معايا واحدة واحدة. دي احنا هنجمع ونطرح ونضرب موضوع كبير قوي. زي ما اتفقنا ان هو لازم يبقى على قاعدة كده مستوية يعني، ونظبطه ازاي نرجع كل الزراير في مكانها. واتفقنا ان العمود الاولاني اللي بيعبر عندي على الاحاد، والعمود الثاني بيعبر عن العشرات او التنس، تمام. واتفقنا ان فوق ده كده رقم 5، يعني لما اجي اقول لك طلع 5 هو كده اوكي. التاني احنا دلوقتي هنشتغل على العمود الثاني، اما اجي اقول لك طلع لي رقم 50 اللي هو 50 طلع لي كده، تمام اوكي. طيب رقم 10 اهو، 10 20 10 20 30 40 50، ننزل كل ده وننزل 50 ده، ده لوحده كده اسمه 50 اوكي. 60 ننزل 50 وتاني معاها هتبقى 60 70 50 60 70. طيب 80 50، طبعا 80 اللي هي 80 اوكي، راجع الارقام بالانجلش. 50 60 70 80 90 50 60 70 80 90، تمام. يبقى كده 90. وخلي بالك ان العمود برضو التاني اللي هو بيمثل لي العشرات او التنس برضو اخر نمبر فيه هو 90، ما هي العشرات اخرها ايه؟ 90. يبقى دلوقتي لو جيت قلت لك يلا راجع اخر حاجة، لو جيت قلت لك هات لي نمبر 70 50 70، طيب هات لي 40 10 20 30 40، تمام. احنا خلصنا دلوقتي الحلقة التانية، تابع معايا على التيك توك علشان خاطر هنشرح كل حاجة خاصة باليوس ايماس في على التيك توك ان شاء الله، تمام. الحلقة الجاية بقى هناخد ازاي نطلع رقم بيكون من 2 ديجيت، او رقم يعني ازاي يطلع مثلا 72 او مثلا اللي هي 72 او مثلا 85 او 25، ازاي نطلعها على العداد الصيني.